السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في الهند أو رقم السفارة الجزائرية في الهند. رقم التليفون هو 00931216476. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في الهند أو رقم السفارة الجزائرية في الهند 00931216476. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.